الخير والعافية عليكم مشاهدينا، صباح الخير عليكم زملائي داخل الاستوديو. طبعا وصلنا وياكم الى فقرة مطبخي، مثل ما متعودين علينا بفقرة صباحية عندنا فقرة مطبخي. طبعا ويانا اليوم الشيف عبد الله، صباح الخير والعافية عليك. صباح النور، صباح النور عليكم، صباح النور على المشاهدين. اليوم شنو طبقنا راح يكون؟ مطبق سمك. طبق سمك. سمك الكاريبي. سمك الكاريبي. تمام، شنو التحضيرات مالته؟ التحضيرات نخليه بالخلطة، أول مرة نجيبه من قسم يقصون لنا اياه. يعني جاهز مقطع. اي مقطع. تمام. من القسم اللي بصفنا. اي. وبعدين النقعه بالخلطه. اي، شنو هي الخلطه؟ مكونات الخلطه. مكونات الخلطه الليمون، الكزبره. تمام. والخردل. خردل وليمون وكزبره. اي. يعني ايش قد نخلي بهاي الخلطه؟ ايش قد وقت؟ يعني ربع ساعه. ربع ساعه. يجهز. تمام. هسه هو تنقع. نعم. اخذ له وقت ربع ساعه. نعم. شنو الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية نطلعه من الخلطة. هاي هنا الخلطة إن هو صار بي شلون الطعم اللي نعم في الموضة ويجي نعم شيء؟ نعم نعم. أي. بعدين نخليه هنا بهاي. زين، هذا شنو المكون هنا؟ طحين؟ إيه، طحين والكزبرة. طحين والكزبرة. نعم. زين، إحنا مو خلينا بالخلطة كزبرة؟ أي عادي. أي عادي. أوكي، ضيف نكهة يعني. أي نعم. أوه. بعدين. هاي الخطوة الثانية. نعم، الخطوة الثانية. تمام. شنو فائدة الطحين من يصير بالسمج؟ يعني ينطيها يتماسك؟ اي، يتماسك وتنطيها قرمشة. اها، تمام. بعدين نخليها بالدهن. مباشرة تقليها؟ اي. زين، هنا عندنا الدهن ساخن. الدهن ساخن. جاهز يعني. اي نعم. تمام. ايش قد راح يبقى وقت على النار؟ 10 دقائق. زين، على نار عاليه لو هادئ؟ لا، انا اول مره عالي وبعدين هادئ. وبعدين تنصهر. نعم نعم. تمام. زين، بالنسبه للملح ما حطيت ملح؟ لا، هذا خليت ملح قدامك. الملح مو يعني فوقه مباشره. نعم. زين، ايش قد نسبه الملح تحط يعني؟ يعني في شيء قليل يعني. شيء قليل. لان للزبائن اكو مثلا اللي حسب الرغبه يعني. حسب نعم. تمام. وتجينا مرات اوردرات بدون ملح. واكو من عنده ملح زايد. تمام. اي نعم. يعني بيجي حاله هو راح يكمل وراح ينحط على طبق. اي، على طبق. هو ماكو الا اضافات ثانيه؟ لا، ماكو الا اضافات. هذا يعني. نعم. هذا جاهز راح يكمل. نعم نعم. تمام. اذا مشاهدينا خلينا ناخذ فاصل بين ما تستوي طبختنا واكيد راجعين مره ثانيه. اكيد رجعنا وياكم مشاهدينا بعد الفاصل بين ما جزت الطبخه مالتنا. هسه احنا استوى عندنا ان شاء الله الطبق. هسه نخليه بالصحن. اي، ونوديه للتحضير. تمام. نعم، في قسم التجهيز. اهم شيء شيء بالبيت مضبوط لو بس بالمطعم. لا، بالبيت وبالمطعم. يعني تساعد المرة بهاي الامور؟ اي. انت تعلمها لو هي تعلمك؟ يعني لا لا، انا اعلمها. انت معلمها؟ اي. زين. يعني انت تنافسون بالبيت؟ اي اي والله. زين، غششني ورا الكاميرا. نعم. منو الاطيب، اكله انت لو هي؟ لا، انا. انت اطيب؟ اي نعم. زين، تقدر تقول قدام الكاميرا اني اكله يشب حل صدر هاي؟ اي، وانا انا الاطيب. هسه عندنا جهز المطبخ. اي، هذا جاهز ان شاء الله القسم. تمام. بعد هسه ايش عندنا؟ بعد عندنا التمه. طبعا بالمناسبه هو احنا ما يرام المطبق اذا مو على تمه. اذا المشاهدين خلينا نروح نشوف طبق الرز اللي مجهز لنا اياه عبد الله، ونطبق عليه التمن بشكل المرتب المزوع على قولتهم. يعني دائما احنا نقول العين تاكل. تمام. فخلي نروح نشاهد الطبق النهائي سويه.